تعالوا نشوف الخط السري الحلقه هيبدا ازاي. عندنا طبق رئيس النهارده فتت الدجاج باللبن. طبيعي ان الفرخه هنا بتستوي وهي خلاص استوت الحمد لله ونشيك عليها. عايز في الاخر ان انا اخد شويه شوربه حلوين. خلونا نشوف مقادير فتت الدجاج باللبن على طريقه الشيف المغازي، لان دي بتختلف فيها الاقاويل كتير. فرخه زي الفل، الله مستويه بسم الله ما شاء الله، شفت اللحم طالع منها. جيبها لي كده حبيبي يا فاروق، حبيبي يا شفيه، معلش استاذ احمد شفيه المخرج الجميل. شايفه صدر الفرخه؟ هو ده اللي انا عايزه، لان دي مع لبن فلازم تكون الفراخ مستويه جامد جدا. هنفصص الفرخه دي بعد ما نشيل الجلده بتاعها وناخد اللحم بتاعها الحلو ده كده، ونشوف ازاي مع الشوربه الحلوه دي نعمل طبق فته جامد جدا. اهم حاجه ان الفرخه تستوي حلو. طلعنا الفرخه من النار، حلو الكلام؟ بس تمام، دي اول خطوه. الخطوه الثانيه بنعمل شويه رز مصري. رز مصري بيتعمل بالحبهان ورق اللورو، نشوف نعمله مع بعض ازاي بالشكل ده كده. ده الرز، للامانه هو عايز شويه سوى كمان، فبعمل حركه لطيفه قوي. ايه هي؟ باخد شويه شوربه من شوربه الفراخ واشرب بيها الرز، ده الطبيعي. الشوربه اهي الحلوه دي كده، الدسمه الحلوه دي كده اهو. يوم الرز ياخد طعم الايه؟ الشوربه. التفاصيل الصغيره دي بتفرق في الطعم وتفرق في الشكل وتفرق في التقديم وحاجات كتيره قوي. وهدي النار على الرز ده علشان يكمل سواء شويه. شوفي الخطوه اهي، بس واقلبه. حلو، ده مهم جدا، نقلب الرز والدنيا عامله ايه؟ هتلاقيه مفلفل معاك وزي الفل. الله الله، خد طعم الفراخ. شفت شوية الرز دول؟ ادي الفته على الشاشه. معانا فرخه في النار مستويه زي الفل، مهريه من السوى انا عايزها كده. معانا شوربه جميله بتتكلم عن نفسها، فيها جزر فيها كرفس. معانا رز مصري مسلوق وجاهز. معانا عيش بقطعه بشكل مختلف. هو العيش كده كده هيتحمر، بس انا عايز احمره النهارده بطريقه مختلفه علشان نعمل بيه الفته. والباقي يبقى موجود عندك في المطبخ بتاعك تقدميه مع اي اطباق تبقى لطيفه وحلوه. الاولاد بيحبوا الحاجات المقرمشيه ديت. العيش بيتقطع كده، بتجيب العيش الشامي الحلو ده كده وتلفيه رولز كده اهو، كل رغيفين مع بعض بالسكينه. حلو، وشوف انا هحمر العيش بتاع الفته ازاي بطريقه مختلفه شويه. وسكينه حاميه، اوعي تعوري ايدك اهو بالشكل ده كده. حلو، واخد العيش ده يا عم الشيف زي ما هو كده واحطه فين؟ هنا. اللهم صل على النبي، ده العيش اللي هيتحمر. عمر اطعم العيش ده، اطعمه بايه بقى؟ نصلي على الحبيب قلبك يطيب. حلو قوي، معانا شويه بابريكا، شويه كمون معانا، حلو الكلام، وشويه كركم. تاني بابريكا، هدلع العيش ده لان العيش برده هو السر في الايه؟ في موضوع الفته. العيش كده، هتقولي لي طب ما التوابل دي يا ناصح انت يا شيف هتنزل في قلب الزيت، تبقى عملت ايه؟ اصبر على رزقك، انا مظلوم، انا غلبان. وادي الكمون، وادي البابريكا، وادي الكركم، حطيته على العيش بالشكل ده كده اهو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ فص توم حلو كده ادلعه. ده على العيش. واعمل ايه يا عم الشيف؟ هو ده وانا شغال كده. عنده ميه اهيت، اللهم صل على النبي، شيء شاء ميه. شفت الحركه دي؟ بايديا كده وفلفله كده، تقوم التوابل تثبت مع العيش اهو. الله، شفت ازاي الفكره؟ بقى العيش هنا خد طعم تاني، ما بقاش عيش، ده بقت اكله اهي. شفتوا هنا الابداع؟ هنا توصلي ازاي لمراحل الابداع والفن في المطبخ. العيش مش زي اي عيش، هتلاقي الفته بتاعتك طعمها مختلف. هتيجي صاحبتك تاكل عندك، صحابك، ضيوفك، قرايبك، هيقول لك العيش ده طعمه غريب. قول لهم فتحت القناه الاولى بشوف الشيف المغازي عليها، حمر العيش بطريقه مختلفه. لازم هنا يا ست الكل الزيت يكون سخن جدا، اوعي الزيت يكون بارد، درجه حراره الزيت هنا تكون سخنه جدا، عاليه جدا. هننزل بالعيش كده اللهم صل على النبي يلا، هو ده هو ده. طيب الفراخ، العيش تبص عليه كده هو ده اللي يسوي. اوعي تقلبيه، لو قلبت العيش ده هيتكسر منك، سيبيه زي ما هو كده. في حاجات لما تيجي تعمليها في قلب الزيت وهو بيتقلي، بتحمري مثلا سمك فيليه، انزلي بيه في الزيت وسيبيه يتحمر، ما تقربيش منه. بتحمري عيش زي ده، هو دي في مرحله دلوقتي حساسه جدا، مسكين يا عيني، اي تقليبه فيها هيتكسر. انا عايز العيش ده يتحمر كده يبقى زي المكرونه الاسباجيتي، زي المكرونه النجدتيلي كده اللي بتبقى على العريضه. فهنسيبه كده يتحمر بشكله. حلو الكلام، ننظف المكان الزيت ونخش على اللي بعده، على طبخه اللبن. ما الفته ديت
فيها اربع مكونات: فرخه اتسلقت، رز مستوي على النار، دجاج بيتحمر، سوري عيش بيتحمر، لبن. هعمله دلوقتي، نشوف اللبن هنعمله ازاي. بنجيب بوله زي دي كده، اللهم صل على النبي. انا عايزك الفته دي تعملها النهارده وتعملها احسن مني. اه بوله زي دي كده اهي زي الفل، وعندنا زبادي، وعندنا طحينه، وعندنا توم ني، كل المقادير دي مع بعضيها. تعالوا نشوف هنعمل اللبن مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. اه اول حاجه الزبادي ينزل هنا، حلو قوي. الزبادي ده له قوام، القوام بتاعه الطحينه. اه يا ويلي يا ويلي يا ويلي، شويه طحينه كده، هو ده هو ده. اه طحينه على الزبادي، حلو قوي. فص توم محترم، فص توم ني مش مستوي. التوم بتاع الزبادي او طبخه اللبن بتاعه الفته يكون ني، اهو توم ني. برشه نعناع يابس، نعناع يابس حلو كده، ريحته حلوه. اهو اهو، الله الله، اهو حلو قوي. الملح بتاعنا زي الفل، ينزل كده وكنترول على الملح، وعصره ليمون، اللهم صل على النبي. اهو، ومعلقه زيت زيتون، ونرفع ايدينا ونقلب كل ده مع بعض. اهو ونرفع بس، خلاص نقلب ده. التركايه الاخيره بقى، بعد ما بنغرف الفته دي يا عم الشيف، بيبقى عندنا سمنه بلدي. بناخد السمنه البلدي دي مع شويه صنوبر حلوين محترمين، ونحمرهم ونزين بيهم طبق الفته. نشيل كل حاجه من هنا ونوسع لنفسنا، حلو الكلام، ونقلب دول مع بعض. حطيت ايه تاني في الكسروله عشان اللي جه متاخر اللي يزعلوني؟ اه طحينه مع زبادي. المقدار قد ايه يا شيف؟ يعني نقول تجيب عرض الزبادي اللي هم سته مع بعض، تفتحيهم وتملي واحده من العرض ده طحينه. اقول تاني المعلومه دي مهمه جدا، بسهل عليك بكل الوسائل الطريقه السهله. ست علب زبادي ده عرض في اي سوبر ماركت، هنفضيهم في بوله وناخد واحده من السته نملاها طحينه بدل الزبادي، وننزلها على الزبادي، ونقلبهم مع بعض مع شويه توم طازه، نعناع يابس، ملح اهو زي ما انا شغال كده، اهو زي الفل، وعصره ليمون، ومعلقه زيت زيتون. نشوف العيش اخباره ايه. اهو ده، اهو اهو زي ما هو كده، اهو رفعته من الزيت، مش هجي بس خلاص يبرد، سيبه يبرد، هفضيه اهو. اهو يا نعم، اهو حاضر يا فندم. اهو ادي العيش اهو، اهو العيش اهو، نبص عليه كده نظره نظره اخيره قبل الفاصل. اهو ما قلبتوش زي ما هو. اهو اهو اهو، الله اللهم صل على النبي. اهو عينيا لسه ما خلصتش، هاجي لك كده عند البلانش الحلوه اللي انت بتحبها. اهو صل على رسول الله. اهو العيش متقرمش ازاي، ده بقى هيشرب شوربه الايه. اهو شايفين العيش باللون بتاعه، يعجن مين يا حاج؟ احنا بنلعب، ده خبره السنين يا باشا. اهو اهو شايفين العيش، اهو ده العيش بقى ده، والله العظيم العيش ده نقعد كده بعد الفطار نقرمش منه. لا تقولوا لي فوزدو حلبي ولا لوز مقرمش ولا كاجو، احلى من كل ده. هنطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف اسرار تحمير العيش بمدرسه المغازي مع طبق فته الدجاج باللبن. ما تنسوش طاجن السجق بالطماطم والبصل، والحلو بتاعنا كاسات المانجا، سوري كاسات الكنافه بالفراوله. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم لاسرار عمل طبق فته بيتكلم مصري. هو طبق الفته بالدجاج ده معروف من المطبخ اللبناني والمطبخ السوري للامانه يعني، أو المطبخ العربي، ولكن إحنا المصريين كالعادة مبدعين. ممكن نشوف الحاجة يعني مثلا زي مثلا حد بيحب مثلا الكشري بتاعنا والملوخية بالأرانب، لما يعملها أحسن مننا معناته إنه بيحب الشعب المصري. نفس القصة، أنا لما أعمل أكلة من المطبخ السعودي أو المطبخ اللبناني أو المطبخ المكسيكي المطبخ الهندي، ده دلالة على إن إحنا بنحب الشعب ده، فالطبيعي إن إحنا لازم نبدع في الطبق ده. معانا العيش بتاعنا اتحمص زي الفل، معانا شوربة لطيفة حلوة متوصي بيها مغذيها. اشربها من ايه يا عم الشيف؟ من هنا كده اهو الشوربه اهي، وانزل كده على العيش اهو اسقسقه. طبعا هو العيش اصلا مش محتاج ان يتسقسق، يعني انا متوصي بيه فيه توابل والبهارات ماسكه في اللقمه وزي الفل. زي ما قلت لك كده، انت بتاكلي فول سوداني مش عيش، بتاكلي كاجو.
شايف الشقه ديت؟ اهو هو ده. وانا بصراحه ما هي الفته دي برضو اذواق، في البعض يحب العيش مستوي جامد يعني شارب كتير، والبعض ما يحبوش كتير. انا من الناس اللي يحب العيش ما يشربش شوربه كتير للامانه. ليه يا عم الشيف؟ علشان احس بطعم الفته، ما احسش انا باكل عجينه. خلوا بالكم، اخد الرز بتاعنا ده كده. الله، وانت بتغرفي بقى الرز بيني جمال العيش، يعني ايه الاطراف كده سيبيها، سيبي نص سنتي داير ما يدور او سنتي كده، طبقات كده، طبقات. زي ما انا شغال كده. حلو قوي، هرم اهو. حلو، نعمل ايه تاني يا شيف؟ شويه الخبز اللي لنا دول ننزل بهم على وش العيش. يا ويلي يا ويلي، هو ده. ونعمل ايه بقى؟ نفرد الفرده دي كده وناخد شويه رز تاني. الله، طبق فته يتسجل في التاريخ. حلو الكلام، نشيل الرز ده مش عايزينه من هنا. يلا شكرا. معانا فراخ، صدور فراخ مسكه داير ما يدور كده اهي. ممكن تحط جوه فراخ، بس انا بصراحه عايز احطها على الوش عشان الفت الانظار واقول ان احنا عاملين فته بالفراخ. اهو شيل الجلد بتاع الفرخه وحطيه كده. معايا طاسه على النار على فكره بتسخن، احط فيها سمنه بلدي، معايا شويه صنوبر حلوين. انت هتشوفيه تقول عليه صنوبر، بس عشان دنيا رمضان مش عايز اكدب اخش النار، ده مش صنوبر، ده لوز متقطع شبه الصنوبر بيتباع عند العطار. حلو الكلام؟ يعني اللي مش عارف الصنوبر هيقول عليه صنوبر. حلو الكلام؟ فراخ اهو، غطيت الفته كلها بالفراخ، اشيل ده من هنا كده واحط معلقه سمنه حلوه كده، اللهم صل على النبي، في الطاسه الحلوه دي كده. حلو، كمان شويه عشان الفته دي بيلزمها سمنه بلدي، وعلى الطاسه الحلوه دي كده، اللهم صل على النبي. ومعانا اللوز اهوت، يا مزاج. ده اللوز، ده لوز عند اي عطار هو بتقطع تقطيعه الصنوبر. انا بص عليه كده اهو، هو ده هو ده. التحميره دي مهمه، بهاراتك على اللوز. حلو، شويه فلفل. حلو تمام، ناخد ده كده، التحميره دي كده. ده لوز، يا مزاج اللوز. جيبوا التفاصيل دي يا شباب، فرسان التلفزيون المصري، اساتذه المصورين حبايبي اللي انا بحبهم. ايه الحلاوه دي؟ قول الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه في انحاء العالم، حتى في كوانزو في الصين متشافين الحمد لله. هرم انزل وغوص بالمعلاه وسمي بسم الله، الاذان ياذن، مش هتقرب لاي طبق تاني. هو الطبق ده فيه كل التفاصيل، فيه الدجاج، فيه العيش، فيه الرز، فيه اللوز، يا مزاجك اللوز.